لأول اختبار لهالموسم بدأنا أطباق كتير طيبة، كان في أطباق تقديمها حلو والباقي بده شغل. أنا اللي شفته اليوم أكيد مش أحلى شيء عند كل واحد منكم. كان لازم مطبخ توب شيف يخليه لكم إلهام أكبر. أول مرة في المطبخ، ضغط، خوف، الحمد لله خرجت طبق بعدها. اليوم ما حنعلن إلا على الأسماء اللي قدمت الأطباق الأفضل. شيف فيصل، شيف ذاكر، وشيف محمد عفيفي. شيف فيصل، صحنك كان طيب، متجانس من ناحية الطعمات والمكونات. شيف ذاكر، صحنك على كل المستويات كان كتير منيح، طعمة، تقديم، طريقة تركيب المكونات مع بعضها. شيف محمد عفيفي كمان صحنك كان طيب، السمك كان مطبوخ منيح، بس ما تستعمل مكونات صناعية بعد اليوم. اسم الفائز في أول اختبار عند شيف بوبي. الفائز النهارده هو شيف ذاكر. أنا فرحت برشا، واللحظة هذه أي شيف نتصور نتمناها ويكون طبق نتاعه أفضل في المسابقة. ألف مبروك شيف ذاكر، بالإضافة إلى الحصانة اللي تبعد عنك خطر المغادرة في آخر الحلقة، استاهلت امتياز في مرحلة التحدي. هذا الشيء يعني اثنين من بيناتكم حيخوضوا مرحلة التحدي بأعصاب هادية دون القلق من المغادرة. شيف محمد سي عبد القادر وشيف ذاكر. ذاكر عنده حسنة وامتياز، وأنا الأسبوع اللي فات عندي الحسنة باليوم. يا كيف كيف؟ ارتاحوا كويس، تحدي بكرة ما حيكون سهل.